السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم اخواتي واصحابي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسلامة. نيجي لأهم خبر في الاتجاه الروسي الأمريكي. يا جماعة الخير، دلوقتي طلع بوتين وطلع رئيس الصرب حذر الناس، ده الكلام ده من شهرين ثلاثة، إن في حرب عالمية ثالثة بعد 3 شهور، وطلع قال لهم ان هم يخزنوا السلع الاساسيه. ده فين؟ بلد اسمها الصرب. رئيس المخابرات، رئيس الدوله، طلع يحذر الشعب بتاعه ان المخابرات بتحذر ان في حرب عالميه ثالثه. تمام، طلع ترامب قال لك انا مش هلحق اكون رئيس، فاهم؟ فاحنا بنعيش اللحظات دي اللي هي ايه، اللي هي انت عندك روسيا بيتم محاربتها من 50 دولة، بقالها داخلة خلاص النهاردة ولا امبارح في 1000 يوم، من 2022 دخلت رسميا في 1000 يوم. القصة ما فيها ان خلاص الجيش الروسي جاب اخره، فاضطر ان هو يستعين بكوريا الشمالية، ومضى معاها اتفاقية دفاع مشترك. لحد هنا متفقين؟ لحد هنا متفقين. جت كوريا الشمالية قالت احنا هنبعت 10,000 جندي، وفي صحف أجنبية قالت لك مين قالك اللي هم 10,000 جندي بس، ده هيبعت 100,000 جندي. تمام، اللي حصل ان خلاص الناس كلها كانت بتختار ما بين ترامب وكمالا هاريس، وجي ترامب، واحنا عارفين اتجاه ترامب ان هو اتجاه هيهدي الدنيا، هيهدي الاوضاع، هيشوف انت ايه، هيقول للناس كلها ايه، اثبت مكانك اثبت، اي حرب هيوقفها، هيراضي الاطراف كلها، بحيث ان هو ايه، هو الراجل بتاع بيزنس، هو جاي بتشكيله والسكواد بتاعه اللي هو الناس اللي هترقص، الناس اللي هتحكم العالم بمعنى اصح، جاي بسكواد اسرائيلي صرف، وزير الخارجيه ووزير الدفاع والحاجات دي، الناس دي كلها ما بتحبش قد اسرائيل، فاهم؟ قلنا مش مشكله، ولكن هو اصلا مش هيلحق يجي. انت عندك اي امريكا دي صهيوني بيسلم صهيوني، يعني بايدن ده صهيوني، وترامب ده هتلاقيه صهيوني هو كمان، يعني واحد بواحد جاي بي 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 لاجنده اسرائيل، جاي يظبط مصالح اسرائيل، فهو ده صهيوني، هتلاقيه صهيوني. تمام، الفكره وما فيها ان هو اصلا مش هيلحق يجي. انت عندك بايدن دلوقتي، انت امبارح بالظبط عن طريق نيويورك تايمز طلعت قالت ان بايدن ادى امر ل اوكرانيا ان هي تضرب صواريخ بعيده المدى على روسيا. صواريخ بعيده المدى دي المدى بتاعها 300 كيلو. هم اصلا مسيطرين على اقليم اسمه اقليم كورسك. اقليم كورسك دوت ده جوه الحدود الروسيه. هما من شهرين ثلاثة كده توغلوا، عملوا عملية ودخلوا جوه روسيا، وروسيا لحد دلوقتي مش عارفة تطلعهم في اقليم اسمه اقليم كورسك، لدرجة ان روسيا استعانت بكوريا الشمالية عشان خاطر تجيب لها جنود وتعرف هي ايه تكمل الحرب، وتعرف ان هي تخش وتتوغل وتسيب ال 10,000 جندي دولت ولا ال 20,000 ولا ايا يكن عددهم بتاع كوريا الشمالية، يخلصوا هم حوار كورسك ده. فاللي حصلوا ان امبارح طلع بايدن ادى، هو كان مانع، يعني هو انت عندك الخط الاحمر بتاع روسيا ان لو ضربتوا عليا صواريخ اتاكامز اللي هي بعيده المدى دي، انت هتضرب العمق الروسي، فهيبقى خطر، في خطر وجودي على روسيا، فبالتالي روسيا هتضرب نووي. وفعلا الروس طلعوا حذروا اكتر من مره، قالوا ان لو ضرب علينا اي صواريخ بعيده المدى احنا هيكون الرد بتاعنا رد نووي. طلع بايدن امبارح قال لك يا جدعان احنا اجازنا لاوكرانيا والواد اللي اسمه زيلينسكي ان هو يخش يضرب في الروس صواريخ بعيدة المدى. الخبر ده لما نزل قلب الدنيا، انت بتعمل ايه؟ انت حرفيا بتعمل ايه؟ بايدن ده عنده 82 سنة وخلاص، بينه وبين القبر يومين ثلاثة، شهرين ثلاثة، خلاص هو فاهم فركة كعبة يبقى في القبر، عايز ينهي على العالم. يعني انت دلوقتي لما تجيز لأوكرانيا اللي هي تضرب روسيا
وروسيا تستخدم النووي، تقوم امريكا رد على روسيا بالنووي، ما انت كده كده حياتك خلصت. قال لك بقى عليا وعلى اعدائي، عايز ينهي العالم يعني، مش فاهم. الناس كلها طالعه مهاجمه للقرار ده. المهم احنا ما لحقناش، طلع في نفس اليوم بعدها باربع ساعات بوتين غير العقيده النوويه الروسيه. قال لك ان اي صواريخ هتتضرب علينا، صواريخ بعيده المدى، احنا بنتكلم على المعضله كلها في الصواريخ بعيده المدى، ان اي صواريخ بعيده المدى هتتضرب على روسيا والاراضي وعمق روسيا هيتم التعامل بالقنابل النوويه ضد الدوله اللي هي ضربت صواريخ، اللي هو قصد اوكرانيا، وضد لو وحتى لو في دوله نوويه وراها بتدعمها، احنا هنضرب الدوله الغير نوويه وهنضرب الدوله النوويه. ده حرب مباشره، ده اتجاه مباشر يا معلم، احنا كده فاهم، احنا ده تهديد واضح وصريح. اضرب يا معلم وريني نفسك. المصيبه او الكارثه اللي هتنهي العالم كله شكلها ان اوكرانيا ضربت ست صواريخ اتاكامز بعيده المدى حدفتها على روسيا، ضربت العمق الروسي، ضربت مخازن، ضربت حاجات. الكلام ده بيقول احنا بنتكلم في ايه؟ ده امبارح بايدن قال لك ادي الاوكي، ام النهارده روسيا طلعت قالت طب ورينا الاوكي ده هيتم ازاي؟ ها؟ قامت زيلينسكي راح ضرب في ست صواريخ في ده كل ده في 8 9 ساعات. يعني فاهم؟ سرعه في الاداء، احنا عندنا سرعه في الاداء، احنا فاهم؟ هنخلص العالم بدري بدري. فاللي حصل دلوقتي اللي احنا حاليا لحد اللحظه دي في ست صواريخ اتاكامز اتضربوا، صواريخ بعيده المدى مدى 300 كيلو اتضربت من كورسك في عمق روسيا. روسيا غيرت الصواريخ دي ضربت مخازن للسلاح جوه روسيا، وما نعرفش باقي الاضرار ايه، لسه ما تمش الكشف عنها. ومع ان بوتين قبلها بساعتين محذر ان اي حد لسه مغير العقيده النوويه، انت عندك روسيا دي اكبر دوله نوويه في العالم، عندها 6000 راس نووي. انت الصواريخ النوويه اللي عند روسيا دي تبيد العالم مرتين ثلاثه اربعه خمسه، 6000 قنبله نوويه، قنبله نوويه، مش بنتكلم بقى في، فاهم قصدي؟ فالفكره وما فيها ان احنا في كارثه حقيقيه. رد فعل دلوقتي الناس، العالم دلوقتي بيتنفس الصعداء. روسيا هتعمل ايه؟ هل هتضرب نووي؟ طب ما هي ضربت. طب النووي ده عند روسيا ليه؟ النووي ده عند روسيا علشان خاطر هي بتحمي بيه نفسها للدرجه النهائيه، اللي هو فاهم؟ احنا الدولة بتاعتنا بتتعرض لإبادة. طب هو في إبادة أكتر من كده؟ أنت عندك أوكرانيا دخلت جوه روسيا ومحتلة كذا إقليم، إقليم كورسك واللي حواليه، وبتضرب صواريخ جوه روسيا، ده في أكتر من كده؟ فاهم؟ يعني هو يعني الرأفة والرحمة من عند روسيا، اللي هو إيه، مش عايز يضرب نووي، يعني هو في إيده يولع العالم كله، واحد في إيده زرار إن هو يدوس ما تلاقيش. فاهم؟ والجنون من عند بايدن، وان هو برضه مصمم ان هو يخش حرب ومصمم ان هو يكسر الخطوط الحمراء. هل يا ترى ايه اللي هيحصل؟ العالم كله طلع يصوت، الناس كلها طالعه تصوت، ايه اللي بيحصل ده؟ فاهم؟ يعني انت عندك بص، اول تعليق روسي قبل ما يضربوا الصواريخ، اول تعليق روسي على تقارير سماح واشنطن لنظام كييف في ضرب العمق الصواريخ الروسي، صرح مجلس الدوما الروسي ضرب العمق الروسي سيؤدي حتما الى تصعيد خطير. والتقارير بتاعت نيويورك تايمز اللي افادت ان الرئيس الامريكي سمح لاوكرانيا بتوجيه ضربات على الاراضي الروسيه بصواريخ اتاكامز الباليستيه التكتيكيه الامريكيه، دي مش صواريخ عاديه، دي صواريخ باليستيه تكتيكيه. اوضح ان ضرب العمق الروسي بالصواريخ سيؤدي حتما الى تصعيد خطير اكثر خطوره، الامر الذي يهدد تحولها الى عواقب اكثر تصعيدا، مشيرا الى، خلي بالك بايدن باسمه حاليا دلوقتي، يعني اخر ست شهور في 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 في, في رئاسه الدوله الامريكيه، الرئيس ما بقاش ليك، ما بقاش مش بيبقى ليه ايه، فاهم؟ بيسموه ديد اي، يعني بي هو ايه، ملوش اهميه، ملوش لازمه. وترامب جه بعد ما كسب، هو اللي خد السوكسي كله، يعني فاهم؟ الناس كلها بتتكلم مع ترامب وخلاص نفضت لبايدن، وكل الرؤساء والزعماء في العالم اتكلمت مع مع ترامب ونفضت لبايدن. فبايدن عايز يعمل حركه اللي هو ايه، لا انا لسه موجود،
انا هولع الدنيا، مش انتوا بقى كده، انا هولع الدنيا فيكم. ماشي، عندك خبر تاني؟ الرئيس فلاديمير بوتين يؤكد ان اي عدوان على روسيا، او حلفائها من قبل دولة غير نووية بدعم من دولة نووية يعتبر هجوما مشتركا، مشيرا لحق روسيا باستخدام الأسلحة النووية ردا على استخدام أسلحة الدمار الشامل ضدها أو ضد حلفائها. يعني أنت عندك الصواريخ الأتاكامز دي صواريخ باليستية تكتيكية، صواريخ تعتبر من أسلحة الدمار الشامل. ها ليه بقى؟ لأن هي دي مداها بعيد، اسمها بعيدة المدى، والصواريخ ديت اللي جواها الرأس اللي جواها هيجي يخرب الدنيا، ده باليستي، فاهم؟ طلع النهارده روسيا اهوت، اهو بيقول لك بوتين، ايوه طلع غير العقيدة النووية الروسية. طلع ميدفيديف بقى اللي هو كان رئيس روسيا قبل كده قال لك ان بايدن قرر الموت بشكل جميل اخذا معه قسما من البشرية. مش هيموت لوحده، هيموت مع، ياخد معاه شوية من بشرية. بيقول لك ان الإدارة الأمريكية حاليا بقيادة بايدن بقرارها موافقة على قصف العمق الروسي بصواريخ أتاكامز تكون بشكل متعمد بتصعيد الصراع مع روسيا، وأشار إلى أن فريق دونالد ترامب استولى المنصب 20 يناير 2025 سيتعين على التعامل مع هذا الموضوع وتسويته. وشدد أن قصف عمق الأراضي الروسية سيعتبر بمثابة هجوم من جانب دول الناتو. اوبا، الموضوع سخن، يا جماعة بجد والله العظيم. بوتين يؤكد ان بوتين لسه ده الحاجات دي كلها، فاهم؟ من 19 نوفمبر، من الساعة كام؟ مش كاتبين ساعة، ده من 14 ساعة. بوتين يؤكد ان اي عدوان على روسيا او حلفائها، قلناها دي، ماشي. روسيا بقى تبدأ إنتاج ملاجئ متنقلة وقائمة الإشعاع النووي. يعني بيعملوا ملاجئ، فاهم؟ متنقلة، الحق، مش ملاجئ تحت الأرض، ده ملاجئ متنقلة. ماشي، انطلقت عملية الإنتاج التسلسلي في نوفغورد الروسية. ماشي. العالم يا جدعان بيتجهز لحرب نووية. أهوت، من 13 ساعة بالظبط طلع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقر، ده قبل ما يضربوا صواريخ، يعني احنا لحد اللحظة دي، لحد ما بوتين طلع ما كانوش ضربوا صواريخ. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقر العقيدة النووية المحدثة للبلاد. ماشي، يا نهار اسوخ ومهبط. قال لك يا باشا هتضربنا، ابرز بنود العقيدة النووية ان هو العدوان على روسيا او حلفائها من قبل دولة غير نووية اللي هي اوكرانيا بدعم من دول نووية سيعتبر هجوما مشتركا. يعني انت دلوقتي اللي بيحصل ما بين زيلينسكي، مش روسيا كده مش هتعتبر ان زيلينسكي ده لوحده، لا هتعتبر ان هو هجوم مشترك. ماشي، هجوم مشترك، يعني هتعتبر ان الناتو تدخل مع اوكرانيا. ايوه، بص ده صواريخ باليستية اتاكامز، يا نهار اسود. ويمكن لروسيا استخدام الأسلحة النووية في حالة وجود تهديد خطير للسيادة وسلامة الأراضي لها ولبيلاروسيا. يعني أنت العقيدة النووية الجديدة بقى تحديد العدو الذي يقصده الردع النووي. استعداد روسيا لاستخدام الأسلحة النووية سيضمن الردع النووي. طب أنا بقول لك ان روسيا عندها صواريخ نوويه وعامله ردع، الصواريخ دي يعني انت مش همك الصواريخ دي يا بايدن. الردع النووي حتى ما بقاش موجود. يبقى انا بقول يعني دوله زي روسيا بيحاربها 55 دوله وعماله تقول لهم يا جدعان انا عندي نووي، وهم برضه عم يضربوا فيها. ما تزعلش بقى لما تيجي بقى ايه تضربك بقى، فاهم؟ اذا كان الردع النووي، بص اصلا صواريخ شكلها عامل ازاي، يا نهار اسود، صواريخ يعني. المرسوم الرئاسي اللي هو التغيير الرئاسي النووي الجديد بتاع بوتين دخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ توقيعه اليوم 19 نوفمبر. يعني هو من ساعة ما طلع وقال، ها
من اول 19 نوفمبر، والكلام على الكلام على ضرب نار، الكلام على ضرب نار، الكلام خطير جدا. شوف بقى كم واحد صوت، ده العالم كله صوت. يعني انت عندك اول حاجة ابن ترامب طلع، اللي هو جونيور، طلع يتهم الصناعات العسكرية الامريكية بالسعي الى اشعال حرب عالمية ثالثة. اتهم دونالد ترامب الابن اللي هو جونيور السعي لاشعال حرب عالمية ثالثة على خلفية ايه؟ استخدام صواريخ اتاكامز. ماشي، دي اول واحد. اوكي، طلع اردوغان، فين اردوغان؟ طلع اردوغان، ماسك طلع يحذر من رد روسيا على ضربات في عمق اراضيها. ابدى رجل الاعمال ايلون ماسك مخوفه بشان قرار جو بايدن. بقى ما ماسك دوت اصلا تبع ترامب، واتجاه ترامب واضح، اللي هو عايز يصالح روسيا وشايف ان الصين هي المشكله مش روسيا. ورأى ترامب ان المشكله هي ان روسيا سوف ترد بالمثل. تمام، تحدث ماسك مرارا وتكرارا عن الحاجة إلى تهدئة الصراع في أوكرانيا والبحث على طرق دبلوماسية. طب ماشي، ده ماسك. ماشي ماشي، عندك مين تاني؟ عندك يا نهار أبيض، بص، عاجل وخطير، بايدن يمنح كييف الإذن بضرب العمق الروسي بالأسلحة البعيدة المدى، أسلحة الباليستية. من لا 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 من اللحظة دي يا جدعان العالم اتغير. مادورو في امريكا الجنوبيه بتاع فنزويلا قال لك قرار استخدام اسلحه بعيده المدى ضد روسيا جنون. مادورو ده معروف اللي هو بيحب الروس، بس برضو يعني فاهم، يا نهار اسود. يا اردوغان يوجه تحذيرا قويا لحلف الناتو والغرب بعد مصادقه بوتين على العقيده النوويه الروسيه المحدثه. وصف الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في ريو دي جانيرو مؤسسة معمولة أن العقيدة النووية تغيير التحديث الأخير في العقيدة النووية الروسية بأنه إجراء جوابي. وأشار أردوغان إلى أن إعلان روسيا تحديث عقيدتها النووية هو إجراء جوابي اتخذته روسيا أولا وقبل كل شيء كرد فعل على سلوك موجه ضدها. يعني هو أردوغان شايف أن أمريكا بتستعبط، والعالم كله شايف أن أمريكا بتستعبط. تمام، لا يا جدعان، الموضوع خطر جدا جدا. استنى بقى نشوف بقية التقرير. هو اصلا النيتو في المادة الخامسة، في ان اي دولة في النيتو تخش حرب الباقي كله يخش يجاور، يعني يخش يضرب. فهو كده اردوغان بيقول لك انا مش لاعب، ده التحديث الاخير، ان انت فاهم عمال يحذرهم من التحديث الاخير اللي عمله فلاديمير بوتين. سيناتورة أمريكا تتهم بايدن بمحاولة إشعال حرب عالمية ثالثة بعد سماحه بضرب الأراضي الروسية، اسمها مارجوري تايلور. تفويض جو بايدن باستخدام أسلحة باليستية الأمريكية، صواريخ الباليستية الأتاكامز دي هي أصلا أمريكية، صواريخ الباليستية ضرب الأراضي هو محاولة لإفتعال حرب عالمية ثالثة. وشددت أن الشعب الولايات المتحدة لا يريد تمويل وخوض الحروب الخارجية، بل يريد حل مشاكله بنفسه. يعني موسكو ده يوم 18، ده بعيدة، دي بعيدة بعيدة بعيدة. انت عندك كده مشكلة خطيرة جدا. ده لسه برضو ألمانيا، انت عندك بقى في دول زي مثلا فرنسا وألمانيا نخت يعني قلت لك احنا مالناش دعوة بالقصص دي كلها. وايه بص، خبير عسكري امريكي، امريكا دخلت مرحلة المواجهة المباشرة مع روسيا. يعني يا جدعان الكلام، الحرب دي مفيهاش فايز، الحرب اللي جاية دي حرب نووية مفيش حد هيكسب فيها. بص بقى، من عشر ساعات بالظبط، اوكرانيا اطلقت صواريخ امريكية الصنع بعيدة المدى على روسيا. صواريخ اتاكامز امريكيه الصنع على منطقه اسمها بريانسك الروسيه. وبحسب وسائل الاعلام الروسيه نقل عن وزاره الدفاع، بعد ان اعطت اداره الرئيس جو بايدن كييف الضوء الاخضر لاستخدام اسلحه نوويه ضد اهداف روسيه،
يأتي ذلك بعد وقت قصير من إعلان روسيا تحديث العقيدة النووية للبلاد بموجب قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. يا نهار اسوخ ومهبب. يعني انت بقى هنشوف بقى بوتين، هنشوف ده سي ان ان، سي ان ان بالعربي، سي ان ان دي بتاعت بريطانيا، لا بي بي سي بتاعت بريطانيا، سي ان ان بتاعت امريكا عادي. قالت وزارة الدفاع انها في الساعة الثالثة 25 صباحا اطلقت اوكرانيا 6 صواريخ باليستية على منشأة بريانسك، وقالت ان صواريخ اتاكمز الامريكي، احسن احنا هم دلوقتي عندهم بالنهار احنا عندنا بالليل، وقالت ان صواريخ اتاكمز الامريكية الصنع استخدمت في الهجوم. ماشي، يا نهار ابيض. لسه بقى ده احنا دلوقتي ايه، الكرة في ملعب الكرملين، الكرة في ملعب بوتين، هل هيضرب ولا مش هيضرب؟ الموضوع يعني الموضوع خطير يا جدعان والله، وربنا يسترها، ربنا يسترها، ربنا يسترها بجد، لان اللي الكلام مفهوش هزار. يعني انت عندك دلوقتي، انت بيقول لك العالم ده كله لو اتضرب عليه قنبلتين بس نوويتين العالم ده هينتهي. ايه اللي هيحصل بقى لو ضرب قنبله نووي لا قدر الله؟ يعني الارض مش هتنبت، الغلاف الجوي، السحابه النوويه اللي شفت اللي حصل في ناجازاكي وهيروشيما، مش هي... شوف شوف حلقه الدحيح على اللي حصل في قنبله هيروشيما ديت اللي حصل بالظبط، ولكن القنبله اللي بتاعت ديت اتحدثت دلوقتي، القنابل الحديثه دلوقتي انت بتتكلم في تاثير 1000 مره، 1000 واكتر كمان مره. فالموضوع كله ما فيه ان هيحصل شبوره ما بين الغلاف الجوي ما بين السماء وما بين الارض، فمش هتنزل مطره، هتنزل المطر ملوث، فالارض فيها هيحصل فيها جفاف لعبكه كده. احنا اصلا في الصيف دلوقتي درجه الحراره توصل 50، لما يضربوا على بعض نووي ايه اللي هيحصل بجد؟ يعني مستقبل مستقبل العالم دلوقتي في خطر، مستقبل الكره الارضيه حاليا في خطر. ممكن في اي لحظه نسمع اخبار كارثيه، في اي لحظه من دلوقتي، من ساعه ما انا بنشر الخبر ده دلوقتي او الفيديو دلوقتي، نسمع اخبار كارثيه أول مرة جيلنا يشوفها. عمرو أديب كنت بسمع له في يوم من الأيام قال لك الظاهر كده إن الجيل بتاعنا دوت هيشوف حاجات أول مرة يشوفها، أو هيشوف حاجات محدش شافها قبل كده. يعني حرب نووية، دي لما بتتكلم عن حرب نووية مفيش حد شاف حرب نووية قبل كده، وفتك الأسلحة الحديثة بالشعوب، يعني ربنا يسترها. انت خلي بالك دلوقتي انت عندك لو في، بص مثلا حاجة زي كده، بص ده كده، ده لو وقع كده هيأثر عليك، ده لو وقع كده في دولة، في آخر دولة بلاد الوطواط أو آخر دولة في العالم، هيأثر عليك في مصر. ليه بقى؟ دي تكنولوجيا وناس. يعني أمريكا دي لو اتضربت لا قدر الله، يعني أو روسيا دي لو حصل فيها حاجة، أو كوريا، الكوريا مثلا، كوريا الجنوبية، العربيات الكوري انت مش هتعرف تستخدمها. شوف كوريا طلعت وانتجت ايه مثلا للعالم كله. شوف امريكا، امريكا دي العالم كله معتمد عليها. يعني امريكا دي يعني ابل، يعني الانترنت، يعني كل حاجة، كل حاجة مايكروسوفت، يعني فاهم؟ شوف بقى لما الحاجات دي كلها تحصل لها مشكلة مرة واحدة، احنا حرفيا حياتنا هتقف، مش هيبقى في حياة. الكلام ده يعني قابل ان هو يكون الأسبوع ده أو الأسبوع اللي جاي أو الأسبوع اللي بعده. نسأل الله السلامة لينا والأهلنا، وربنا يهدي الناس ويهدي العالم كله، وما تحصلش كوارث، وما نشوفش كوارث، ونعيش اليومين احنا نعيشهم في الدنيا، نعيشهم في أمان ونعيشهم في سلام. لو وصلت معانا لحد اللحظة دي ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتقول لنا رأيك، وتدعي، ادعي يا صاحبي، لو ما بتصليش صلي، ادعي كتير قوي ان ربنا يعني يهدي العالم ده كله وما يحصلش حاجة، وان ربنا يسلم بلدنا ويسلم مصر ويسلم اهالينا، ان ما يحصلش اي حاجة وحشة في العالم كله. لو وصلت معانا لحد اللحظة دي ما تنساش تقول لنا رأيك، وتعمل لايك وسبسكرايب، وربنا يسترها ان شاء الله. السلام عليكم.